السلام عليكم أزول تحب غزيوما مربدا كيشن حلقات جديدة كيدين الشيماء. الموضوع النهارة هو أكس حبي فارانن ديوذان يزنوزان الحلويات نرعيد أثن السقسة ما مش قواندي التحضيرات ما ذيني شو سوجدني غلا ما ذيني شن الإقبال زقيوذان نغعاد وحمرت كني واتسنم من دان غنان قمت كن غرينك جاد مرعيد خصوصا زي باستيلي نرعيد مناني ما تبدا بشويه بريباراسيون واه بنادم يبدا خونا شن 4 ايام تكون يبدا نهار الاقبال الافطار الحلوه نعيد مازال عاب حريت جات 27 الجمعه السبت يا غير الاقبال باستيلي الا مثلا الجاليه اكسين باستيلي بدا نواه واه ديني شويه تحضيرات باستيلين دعيد ما مشت والو ديني المهم رقت النس ديني باستيلين دعيد ديني سجاد العادي ديني جوز ديني المهم الى غالبا الانواع باستيلين اخر اسمه انغور واه واه باتيسري انغور ايمنت العمي سيدي محمد ايمنت المجسقان الانواع الباستيلي خذي جا الاقبال الطاس ما بداني وذانا تصغن بعد زكي خوني اه شويه بدا تسقسان بدا شويه تمسخ تفسوس واجبوش انت مسخت جهه ديال وقتها باش هذين الاقبال ديال الاقبال الانواع العادي طول النهار شويه كري غير يوقع عندنا شويه الانواع الجوز يتوخص الاقبال والاقبال متنوع حسب جيب المواطن ماشي تبقاش يعني قاعد وتوي دبر عيد قاعده ديالي لا غالبا تيري لا بيريود الوقت نكارو ثلاث ايام ثانكات والثاني كورا والثاني ثلاث ايام من كورا يخفي تيري شويه اقبال الطص انشن اكيد نسوجد لان غنغلك ليا نطراج انا قنسوجد رخو قدك بريباراسيون على حساب العيد كور عيد شي قنسوجد عاود فارندو مسقى معروف داس الحلويات نسقاسي ودا نسقى تسقسنا غنشتي بدايه رمضان مرمي غديري الحلوى مرمي غنسوجد مرمي غتقم يعني كليان خاص وحتى الجاليه خودي ودفن تسقسنا انا يعني تواصل برنامج مرمي غديري الحلوى وشي الحمد لله رخو كورتا مديت تعقم دي خدام انت بريباراسيون كورتا مديت يعني يكون نهار كنخدم شي قناز مرخو واني المغاب واني العشاء والتاس ديودان خزان تقسان بالنسبه للحلويات غنغشين جميع الاشكال الحلوه الجوز البريستيج نصابلي سبيسيال المهم كاليتي غنغشين ماشي حاجه يعني نورمال شي حاجه الصباح يا خو بدانا تسغني ودان اللي قاع دين وي الساغني السكه غير خارج يعني الحباب نسن دين وي السكه غنبريتش يعني ذيس الاقبال الحمد لله يعني دين وي تسقساني عزو ديال الجارتي عافيه وين العيده دياوي المهم الحمد لله شفت واليد ان شاء الله ذي خمد غيقرب العيد يتجا ديري الاقبال واه الاخر بدا خمد تغي ما 3 ايام من العيد نغضى 4 ايام تيري الاقبال كتازي والسان قبل يعني وذا تحتاج حاجه تكسير خدمني الطري والحمد لله نشي نبدا نخدم الطري يعني يكون نهار نخدم الطري قفلانيتين رخو كفاران باتيسري ايمن يديوسين دي شارع المقاومه وفاس ياري السورة النيه ما تسوجد مشان الحوايج شان باستيلين العيد زي المناسبه نعيد واه موجود بالنسبه للباستيلين وخا الاجواء النعيد ونتبارك عباد الله يوذن مار اجواء النعيد بالنسبه للباتيسرين نسوجد اخ باتيسرين نجوز لين تنقاويت حاج الصباح كاليتي الصباح وكوريش الثمن بالنسبه لتنين جوز نتقاس 15000 بلاطو جوز 100 دي 100 ليس كيلو بلاطو بالنسبه لثني قاويت تقاس 7500 يجي نحاش الصباح كيلو رنتات يعني يبدا تشن الاقبال زكير خوني بالنسبه يودان شي دجاج وين الاقبال زير خو ولكن ميتي تغيما يوميا ثلاث ايام مع بيا مي جا الاقبال التصميم يوداني تعجب اسن داوين يجي نحاش الطريط الصباح وخو يجا شويه الاقبال الحمد لله وان شاء الله زي سته وانت ديري نحاش الصباح ونتوا عادي ودان انه تيري نحاش الصباح كاليتي الصباح بس اللي غادي تعجب ان شاء الله يوم ما غادي تدعم تحسن قديم يعني هذا متوسط على الوجه تحسن خاصة نزغط غنغ المشكل كوفيد المشكل إغلاق زيش الزغط ولا العيد تدابوان عيد ما مش نخص الشيء
تبغى شويه صعوبات شويه تنقل مش لا عما الحمد لله اللهم بارك اذا اقبل موجود وارخون على حسب عاود جيب البنادم باش تعيش ان شاء الله كفرونتيرا طازه متولجه ليا دافن هذه الاقبال على الخير ان شاء الله ولكن الحمد لله يعني عام استثنائي خدمت سنين يعلون تسمى ذي شوينا الرواج الصباحي واذا لي كليون تاعنا راك كي خمني تيري كليان يفغي ضحاش ذو النذ ذا ربح يغا. قال انه يعني فارنوم قيس توجد كل شيء كل شيء قد كل شيء يوجد يخسر غيصر. هاك الحالة يتجن. يوم اللي صنع يعني اصلا مرحبا تسمع باتيسري انقور اشكال سمحان الجودات الصباح الثمن معقول غنيني شويه التضخم يوقع عندي المواد ريغري يوقع عندي الزبدات الزشت الجوز ماشا نمشي نتحاول اتص ان انج الجوده النغمه مش تتجازير بدا وانا ونسى وزيس نسكويشا هي هذا صنعيني الكليان نتاعها بزيس نزير خو نتقدم نقارس ندوع عليه الناس نخدم يجن خدمة الصبح يجن كاليتي الصبح بالنسبة للباتيسري باش الأثمنة جد مناسبة بالنسبة للباتيسري يجن جوز راتني عادي واثني قاويت بالنسبة للأثمنة أثمنة مناسبة وسني يعجب الحاري إن شاء الله كل شيء زعما خاص الإقبال صراحة شتي دي جميع الأنواع الحلوة غانا خاص الإقبال ولكن خصوصا دي الجوز ديني جوز ديني جن نوع بليستيج يعني ديني جن حاجة تخدم سنوكات تخدم س يعني سبيسيال خاص الإقبال. مدى سنغتني ديال الكليان ومي غوم دي تاس أخو الكليان نغنشي صراحة وخواس اني خشاق السنان يعني خمي غتسن خمي تسن غو فارن دوماز هي تسن يعني غايج الحاجة كاليتي تسن غا الجودة تسن غا الثمن المناسب ونشي نبدا نتقل مجهود النغ باش نسوج ديال الكليان النغ حاجة ديال كاليتي الصباح اتري الجودة الصباح باش نتعقب مرحبا مربي وقت في انتظاركم مرحبا بكم وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله نستعذي جن العيد سبحان رن شين رذ لي كليون نغر الاخوان رذ العائلة ونترحب بالجالية ان شاء الله كان عيد رن اثنين والسلام عليكم.